التكبير والتهليل وأصيب الليلة. شلون نقرب الله الليلة؟ ايش نحكي الليلة؟ شنو نقول الليلة؟ اي والله يا حسام ارد الوصية شباب فيك قد اردي الهدى والرسول الليلة محمد انطبر بالماء والنبي والخلائق طرا وأصيب التكبير والتهليل وأصيب التكبير والتهليل. بعد شنو صار الليلة؟ يا قتيلا يا قتيلا يا قتيلا يا قتيلا يا قتيلا بكاه قرآن طاغى وبكاه التوراة والإنجيل الليلة. يا قتيلا بكاه قرآن طاغى وبكاه التوراة والإنجيل وبكاه التوراة والإنجيل. بعد يا ربيع الأيام يا علي يا علي يا علي يا ربيع الأيام من لليتامى. شلون نقرأ الليلة بالله؟ شنو نقرأ الليلة بالله؟ يا ربيع الأيام من لليتامى والأيام إن غاب عنها الكفيل. يا ربيع الأيام من لليتامى والأيام إن غاب عنها الكفيل. ليلة نقلل حصة المحاضرة، شو تقولون؟ ليلة مو ليلة محاضرة، منين ما أشوفها مو مال محاضرة، مهيئ محاضرة بس الأجواء مو مال محاضرة الليلة. حتى محاضرتنا نخليها نقطع بحثنا، بكرة نكمل إن شاء الله. ليلة نخليها الأمير المؤمنين، كلمات مختصرة عن أمير المؤمنين ونروح المصرع الإمام علي، لأن مصرع الإمام الليلة طويل يعني. الشمس خمدت نور بدوره، السما خمدت نور بدورها، السما خمدت نور بدورها، والأرض تنعاك يا ناطورها، والأرض تنعاك يا ناطور. السما بذكرك علي كانت تشيع، السما بذكرك علي كانت تشيع، وذكرك يخلي الملايك تنجميع، إلك تمثال بسماوات السبع يا علي يا علي. الطوفة كل يوم الجنان وحورها، الطوفة كل يوم الجنان وحورها. يا علي أنا هسه ما أريد أبكيك، بالمصرع أريد نبكي، بس كون تتألم قلوبنا الليلة. هذا المصاد بالسنة نبكي عليه مرة واحدة، الدمعة إله فيها طعم خاص. والأرض إلها، والأرض أنت تشنت إلها وتاد يا علي، حقها ما جت بالظلم حين انفقد، هم شفت غابة ظل بلا أسد. الدين بعدك قلعة طايح سورها، والله يا علي الدين، الدين بعدك قلعة طايح سورها. انت ذكرك بالزمة ذكرك ذكر كل مكرمة، وبيك تتنخل بشر بالموزمة. بالأرض ذكرك ذكر كل مكرمة، وبيك تتنخل بشر بالموزمة، الأبطال تصيح يا حامي الحمى، الأبطال تصيح يا حامي
حماية وبالسما تتغنى بيك نسورة وبالسما تتغنى بيك صقورة انت ذكرك رحمة يا علي انت ذكرك رحمة ويحل الكراب يا علي يا علي يا علي انت ذكر طفيها انت ذكرك رحمة ويحل الكراب وانت عالكافر اشد من الغضب بس تشوفك يا على بطال العراب تقوم بيديها تشق قبورها والله تقوم بيديها تشق قبورها يا بطل قدام سيفك ما ركع علي يا بطل قدام سيفك ما ركع ومرهفة يرجف لون باسمك سمع هو مو هو يقوم يرجف سيفة سيفة من يسمع علي يقوم يرجف السيف من يسمع اسم علي يقوم يرجف يا بطل قدام سيفك ما ركع ومرهفة يرجف لون بيدك سمع لون باسمك سمع انت لو بالمعركة سيفك لمع للذبح كلها تسل من حورها والله للذبح كلها تسل من حورها علي يا الجنيت ويا نبي نفس بنفس والله يا الجنيت ويا النبي نفس بنفس نور يا علي يحمي الشمس شلون شلون يا علي شلون تالي ظلك الرجس والشمس تعمل عيون بنورها قد ما صارت ولا انها تصير ينطبر مثلك يا ضيغم يا امير اي والله أبد ما صارت ولا ظنها تصير ينطبر مثلك يا ضيغم يا أمير وانت ساجد وبإلهك مستجير وإلهك مستجير وشيعتك بعدك انهجم الدورها وشيعتك بعدك انهجم الدورها يا وثارك لها اليوم محطة لوا ثارك لها اليوم محطة لوا وين جا موعودنا نترقب الله أكبر الله الجنين يشيب لهالمصائب وثارك لهاليوم محطة لبا وان جا موعودنا نترقب والله طالت القلوب مصوبة والله طالت والقلوب مصوبة 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 اشقد نعد سنينا وشهور يا علي والله يا علي يا علي يا علي يا علي شقد نعد سنينا وشوها ما عساي أن أقول هذه الليلة عن أمير المؤمنين الليلة ما راح أتكلم أنا كنت محضر أكمل البحث الليلة أترك البحث إلى بكرة وبعد بكرة إن شاء الله بس هاي ليلة طبرة أمير المؤمنين أريد تبقى الأجواء هكذا حتى نتهيأ لطبرة الإمام
وهاي المصيبة احنا ما نقراها بالسنة إلا مرة واحدة، فلا بد من دمعة على أمير المؤمنين بهاي الليلة. الله يرزقنا زيارته وخدمته وشفاعته عند الله. عن شنو أتكلم؟ يعني من أسولف عن أمير المؤمنين بالضبط أتكلم عن شنو؟ يعني ما أعرف. والله أصعب ليلة تمر علي هاي الليلة. ما أقول. أنا دوم أقول للمؤمنين، أقولهم أنا أهاب المنبر في ليلتين، الكوفة والجو كان حار، الدنيا صيف، قلب الظهيرة، وإذا بأمير المؤمنين يرى امرأة تحمل جرة فيها ماء، تحملها مرة وتضعها على الأرض أخرى. جاءها أمير المؤمنين عليه السلام، قالها أمة الله ليش طالعة بهجي وقت؟ الدنيا حارة، مو مال امرأة تطلع من البيت، بعدين هاي الجرة ليش انت شايلتها؟ زوجك أولادك المفروض يشيلوها. قالت لا يا رجل دعني أحمل جرتي، فإن أعيتني وتعبت دعوت الله على ابن أبي طالب فيستجيب دعائي. قال له ليش تدعين على ابن أبي طالب وهو يرجو دعاء فقيرة مثلك؟ قالت لزوج قتل في معركة من معاركه وعندي أطفال صغار. قالها وليش ما رحت لعلي بن أبي طالب حتى يشد لك راتب؟ علي بن أبي طالب ما عنده حماية ولا حرس ولا حشم ولا هم يحزنون. علي بن أبي طالب عنده بيت صغير، تدقين الباب هو يفتح الباب وهو يحل مشكلتك. وعلي بن أبي طالب أدري بي يمشي الظهر بالأسواق حتى ما تكون أكو حالة مثل حالتك هو ما يدري بيها. يا امرأة خليني أحمل الجرة عنك وأوصلها إلى دارك وأساعد، جزاك الله خيرا. قالت جزاك الله خير ساعدني على حملها. قالت لا يا رجل عندي أولاد صغار يردون طعام، ما عندي طعام أجيب لهم ما يخلي على النار وأقول لهم أطبخ لكم الطعام إلى أن يتعبون وينامون. وأنا على هذا الحال بعض الأحيان جيراننا يتصدقون علينا. أخذها علي عليه السلام إلى الدار، أوصلها إلى دارها، ذهب إلى السوق لم يترك شيئاً إلا واشتراه أمير المؤمنين عليه السلام. ثم جاء إليها وقال لها أمة الله أتعجنين وأنا أزجر التنور أم تزجرين التنور وأنا أعجن العجين؟ حتى الأطفال يقعدون يلقون أكو خبز يأكلونهم لقمة يرتاحون. وإن شاء الله من اليوم فصاعد علي بن أبي طالب يشد لك راتب من بيت المال وما تكونين فقيرة بعد اليوم. قالت لا يا رجل الدنيا حارة الجو صائف، لا طاقة لي للوقوف على التنور، أنا أعجن العجين وإنت أزجر التنور. وقف علي على التنور يزجره، تخرج لهبات تلفح وجهه، ذق يا ابن أبي طالب، ذق يا ابن أبي طالب، ذق يا ابن أبي طالب. فلما أكمل الخبز أيقظ اليتامى أمير المؤمنين، أجلسهم في حجره، أخذ يطعمهم الطعام. أثناء ما كان يوكلهم الإمام عليه السلام، كان هاي الامرأة إلها جارة تعرف أمير المؤمنين، دخلت عليها شافت الإمام في الدار، قالت لها سود الله وجهك، أتعلمين من هذا الذي يزجر ومن هذا الذي يخبز الخبز ويوكل الأطفال؟ قالت لها لا والله رجل صالح لا أعرفه، ساعدني جزاه الله خير. قالت لها هذا علي بن أبي طالب. هذا أمير المؤمنين. اجت للإمام قالت لسيدي سود الله وجهي. قالها والله ما أترك الدار حتى يشبع الأطفال، وشديت لهم راتب من بيت المال، ومن اليوم يعيشون معززين مكرمين.
هذا هو علي أمير المؤمنين، علي ترب الدواهي واليتامى، ولت بي وولدني واليتامى، هل لي أنا الأرامي عيوني ما اريد دمعة، اريد دمعة تطلع من عينك، ما اريدك تطلع من دون دمعة حبيبي انت، شلون لي لها يا امير المؤمنين بالسنة مرة هاي، شلون مصرع الحسين عبد الزهر الكعبي بالمصرع، قصة شمر لما راد يسوي تلك الفعلة الشنعاء، يقول شيخ عبد الزهر انا لا اقرا هذه المصيبة الا في يوم العاشر، هاي المصيبة ما تقرا الا هذه الليلة ولا ابكي عليها، يا علي يا إمام المتقين يا أمير المؤمنين يا والد الأئمة يا أبا الحسن يا أبا علي ترب الدواهي واليتامى، وقصت بي وولتني واليتامى هالليلة الأرامل واليتامى واليتامى تنوح الفقد حماي الحمية، تنوح الفقد حماي الحمية، تقول أم كلثوم راح أبدي بالمصرع متهيئ ولا شلون بينا يا علي شلون بينا يا علي شلون الجاسة أروصل الراسك يا أمير المؤمنين هذا الراس ما حد وصل له يا أمير المؤمنين أنت لو ما مستجير بالله بالصلاة ما حد يوصل الراسك يا أمير المؤمنين تقولون كلثوم في ليالي شهر رمضان كان والدي يوزع إفطاره عند أولاده هسه ليش يوزع افطاره يا مولاد انا دوم اقول تعليق هنا انا مؤذي انا اعتقد الامام علي كل ليله يفطر بمكان لان الامام علي من راحه الزهراء فقد استقراره يقول في مثل هذه الليله ليله الدادة عشر في شهر رمضان كان يفطره وعدي جبت له إفطار الأمير المؤمنين ملح تقول وخبز ولبن هذا إفطار حاكم الدولة الإسلامية يقول التقول التفت إلي أمير المؤمنين قائلا بني أم كلثوم تقدمين لأبيك دامين في ناء واحد أتريدين أن يطول وقوفي بين يدي الله سبحانه وتعالى بني أما سمعت جدك يقول ما من امرئ طاب مطعمه ومشربه إلا طال وقوفه بين يدي الله تعالى تقول ردت أشيل الملح قال ارفع اللبن فرفعت اللبن وأفطر علي عليه السلام على قرص من خبز الشعير والملح فلما أكمل إفطاره صلوات الله وسلامه عليه أمير المؤمنين تقول شفت خرج إلى صحن الدار ينظر إلى السماء يحقق النظر في السماء في النجوم وهو يقول لا حول ولا قوة إنا لله وإنا إليه راجعون ويدخل إلى الدار قلت له أبويا خير خو ماكو شيء شو أشوفك ما مرتاح مو مثل كل مرة شو تباوع للسماء وتقول لا حول وإنا لله شنو خير قالها إن شاء الله يصير خير بابا ماكو شيء المهم تقول وقف علي في محرابه يصلي صلوات الله وسلامه عليه ثم أخذته إخفاء قليلة أفاق منها سريعا وهو يقول بني أم كلثوم رأيت جدك رسول الله صلى الله عليه وآله وهو يقول يا علي لقد اشتاق الحبيب إلى حبيبه تقول قلت لأبويا يومك طويل يومك طويل يا أبويا
لا تخوفني يا أمير المؤمنين. شو تقول بويا؟ صاحت للعزن والعزن. أبويا قال حجاية خوفتني يا حسن، خوفتني يا حسين. قعدوا يا أبوهم أمير المؤمنين. أبا شنو قصة الرؤيا؟ سولفتها الأم كلثوم قصها عليهم، ثم قال بحقي عليكم إلا ما رجعتم إلى دارك وإلى دارك يا حسن، وما رجعت إلى دارك يا حسين. تقول أم كلثوم: وكان يكثر الدخول والخروج إلى صحن الدار، ينظر إلى السماء وهو يقول: هي والله هي الليلة التي وعدني بها رسول الله. ما كذبت ولا كذبت، ما كذبت ولا كذبت، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. تقول: ثم صعد إلى سطح الدار ينظر إلى النجوم وهو يكرر هذه الكلمات صلوات الله وسلامه عليه. قرب وقت أذان الفجر. تقول أم كلثوم: فلبس ثيابه عليه السلام وجدد وضوءه أمير المؤمنين. بويا خلي يجي وياك الحسين؟ لا. خلي يجي وياك الحسين؟ لا. لا خلي يبقون في دارهم، لا حد يجي وياي، أنا أروح وحدي. تقول أم كلثوم: فلما خرج من الدار كان عندنا وزات أهدينا للحسن، فلما رأينا عليا عليه السلام وقفنا بوجهه وفرجنا أجنحتهن أمامه. ما أدري شلون أقرأ الليلة يا أمير المؤمنين، والله ما أعرف شلون أقرأ الليلة، ما أدري. تقول: وخرتهن على أمير المؤمنين، قال: بني دعيهن فإنهن صوائح تتبعها نوائح. تقول: ثم فتح باب الدار فتعلق مئزره بباب الدار فانفل، فأخذ يشده وهو يقول: اشدد حيازيمك للموت. انتوا عمي متهيئين يا لا؟ هاي مصيبة ما تجي غير بالسنة مرة وحدها. هذا أبو الأئمة، هذا علي بن أبي طالب. شلون نقرأ عليك الليلة يا أمير المؤمنين؟ علي وسب الشمس تطفئ، علي وسب الشمس تطفئ، علي وسب الشمس تطفئ، وبدرنا ينحجب نوره، علي وسب النجوم تغيب وبيت الله انهدم سوره. علي الإسلام قام يصيح، يصيح وعلي ياه حقه جنت ناطورة، علي كل عين دم تسيل والله عليك معذورة، علي كل عين دم تسيل والله عليك معذورة. المهم أيها الأحبة أيها الإخوة، أخذ يشد بئزره وهو يقول: اجدد حيازيمك للموت، فإن الموت لاقيك ولا تجزع من الموت إذا حل بناديك، كما أضحكك الدهر كذاك الدهر يبكيك. ثم خرج الإمام إلى المسجد، وكان من عادته أنه يوقظ النائمين وينادي الصلاة: الصلاة، رحمكم الله، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وكان يوقظ النائمين، فلما وصل إلى الخبيث اللعين الشقي بن ملجم وجده نائماً على وجهه لعنة الله عليه، قال: يا هذا لا تنم على وجهك فإنها نومة الأنبياء، أو نم على يمينك فإنها نومة العلماء، أو نم على شمالك فإنها نومة الأمراء، ولا تنم على وجهك فإنها نومة الشياطين، وهي نومة يبغضها الله تعالى. فلما صار وقت أذان الفجر وقف علي في الإسطوانة التي كان يؤذن فيها، وكان الإمام إذا أذن لا يبقى بيت في الكوفة إلا ويصله صوت الإمام عليه السلام، فصاح علي عليه السلام: الله أكبر، الله أكبر. فلما أكمل الأذان وقف في محرابه يصلي
صلوات الله وسلامه عليه. صلى النافلة أمير المؤمنين بالركعة الأولى ثم الركعة الثانية، ركع علي عليه السلام، جاء أشقى الأولين والآخرين لعنة الله عليه ووقف خلف الإمام. شنو أقول يا أمير المؤمنين؟ 63 سنة عمرك يا علي، يا خواض المناية من وصل يمك؟ شلون وصل يمك؟ شلون ما عادك يا أبا الحسن؟ يا خواض المناية من وصل يمك؟ وانت السيف يرجف لو سمع باسمك. ما ادري شلون، ما ادري شلون صوب امير المؤمنين. الله اكبر يا ابا الحسن. شنو اقول يا علي؟ وقف الخبيث خلف الامام. الابيات خل عيدنا انا وياك. يا خواض المنايه من وصال يمك، وانت السيف يرجف لو سمع باسمك. شلون السيف خضب شيبك بدمك؟ رفع الخبيث سيفه على رأس علي، ثم ضرب الإمام على رأسه. رحم الله من نادى وعليا. أيوا سيدا، سقط علي في مهرانه. لا 63 سنة علي ما وقع، أول مرة علي وقع. زينب جاءت تصلي، سمعت صوت قتل علي المرتضى. صاحت نزمع هبل بالقاد وصياح، يا ذو صياح والناعي اللي بالسماء ناح، يا بيا حسن ما خلى النرواح. إن كان أبويا يا حسن راح، أصبح علي نقشر المصباح. ركضوا أولاد أمير المؤمنين، الحسن الحسين بقية أولاد الإمام ركضوا، كلهم ركضوا. إجوا المسجد الكوفة، شافوا الإمام طايح بمحرابه يصيح فزت ورب الكعبة، قتلني ابن اليهودية. ثم أغمي على الإمام، فوقف الحسن بالمحراب وصلى بالناس صلاة الفجر. الحسين قعد يم أبوه، خلى راس أبوه بحضنه، قام يبكي، قطرات من عيون الحسين طاحن على جرح أبوه وعلى وجه أبوه. أفاق علي، باوع الحسين يمه، قال أحسين هذا؟ قال له نعم فداك حسين. قال له ولدي وأنت من يجلس عند رأسك؟ وأنت من يمسح الدمع عن وجهك؟ كمل الإمام الحسن الصلاة. الإمام علي قال الحسن كمل الصلاة؟ قال له لا كمل. صاح أولادي احملوني إلى الدار.
علي 60 سنة شايل الدنيا على ظهره هسه يقولوا شيلون يعني. ولهذا الشاعر يقول: علي ظلمت الدنيا يوم الصاح شيلوني، ودوني لعد داري لعيالي يشوفوني، قربة روحتي عنهم بعد لي لو يفقدوني، يذوب قلوبهم فقدي ومن عند الصخور تذوب. نعم أيها المؤمنون، نعم أيها الأحبة، نعم أيها الإخوة، حمله أولاد وحسن حسين عباس بن الحنفية، بقية أولاد أمير المؤمنين اجوا إلى بيت الإمام عليه السلام. زينب واقفة على باب الدار، لا تقدر تطلع ولا تقدر تبقى بالبيت، تريد تشوف الخبر شنو. وقت يرجعون اخوتها، الامام علي لما اقترب من الدار قالهم: اولادي انزلوني تتشوني، ليش ابا حملناك على اكتفنا؟ قالهم: اختكم على الباب واخشى ان ينصدع قلبها. يا بصاحت يا المجب لي شايلين وياكم من هي. خوش دمعة عفية بيك يا بهش يا عايلين وياكم من هي. انا نخاف ان شت العود يا طيبي، يا بأ انا خاف ان شت العود يا طيبين، لما نسمعها الحسن وحسين وحسين صاحوا يا زينب زيد الونين، يا بأ الونين ابوك انشتل والراس، والله ابوك انشتل والراس نصين صاحت لجناب للعين، خلافك يا ابويا وجوهنا وين يا بصر.